الثاني حاطط الدكه. صلى على النبي. فضل الباب الواحد. بصوا يا جماعه انا اللي ماسك اهو. الطبيعه بقى بص الطبيعه. الناس بتزعل لما بتفتح حلاوه يا صاحيه، لكن هو ده حلال الله عز وجل. حلال كسكسي كبيره قوي ده نراره. قول اعملوا لايك يا سويس. كسكسي كبيره قوي ده الأحبة والأعزاء في كل مكان، مشاهدي ومتابعي قناتكم قناة جوهر السويس، جولة جديدة زي ما بقول يا جماعة. ليه؟ السوق الأسبوعين اللي فاتوا أو أكتر من أسبوعين كان الشغل فيه قليل جدا، والصيد كان واقف عشان النوات وعشان الرياح، فالناس الصيادين كان خايفين على طبعا نفسهم وعلى الفلايك بتاعتهم. أنا هنا داخل على محل الناس كلها كانت بتسال عليه. ازيك يا ابو محمود؟ اخبارك ايه؟ منور الدنيا. الله يبارك لك. اخبار الفيديو اللي عملته لك ايه؟ زي العسل الله يبارك لك. وانت مبسوط؟ دايما يوسع عليك ربنا. ماشي يا حبيبي. طبعا يا جماعه انا داخل على فرش. انتوا اللي سالتوني كذا مره يا باشمهندس احمد فين الكابوريا الصاحيه؟ فين الكابوريا الصاحيه؟ الكابوريا الصاحية أنا عندها يا جماعة. قبل ما أبدأ الكابوريا الصاحية يا جماعة وشغل الكابوريا الصاحية، أنا بعتب، لكن لما أعرف السبب نعذره. السلام عليكم يا حاج أحمد. السهلة بركزك يا عم أحمد، عامل إيه؟ الناس يعني كانت دماغنا وعشاقك وحبايبك في القناة بيسألوا عليك، كنت أنت أكثر من 20 يوم قافل. أنت مريح والله يا عم أحمد. لعله خير. خير باذن الله، بس انا لما السوق ببقى مريح قوي وكده واخد بال حضرتك بحب اقعد شويه. يعني التاثير مش مني؟ لا 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 ابدا والله، بالعكس. الناس بتفكر ان انا كل خير. كنت بتطمن عليا وتتصل بيا؟ كنت بتصل عليك تقول لي لا انا مريح لتريح السوق. تريح السوق بس، فانا باخد شهر اتنين، ده اساسا معظمه اعلان في البيت. انا عارف ان هو الجو مريح فيه شويه. تمام، يعني دي خبرة سنين. بفضل الله. ولكن انت النهارده بقالك دلوقتي اسبوع تقريبا. انا بقالي اسبوع او 10 ايام. بدا يا جماعه يرجع زي الفرويد او اللعيب الكوره اللي دخل في الفورمه بعد ما عمل خد اللياقه، بدا يخش في المود بتاع الكابوريا الصحية. لان فعلا انت لو لفيت السوق كله عند اي فرش مش هتلاقي كابوريا صحية وبتلعب، غير عند امبراطور الكابوريا الحاج احمد عبد الله. ربنا يمتعنا بيك دايما يا احمد. وحبايبك بفضل الله. كانوش بيتصلوا عليك؟ كانوا بيتصلوا فعلا، في زمان بتتصل بقول لهم مريح شويه وقالوا لي برضه، وانا قلت لهم فعلا يا عم. ان شاء الله نطمن على الفرش. اطمن على الفرش. طيب يا جماعه انا في هنا كابوريا ديكوره صغيره. كوره زي كده صغيره. دي صغيره شويه، عامله 30 يا عم احمد. عامله 30 جنيه لكن مليانه. مليانه تقيله مش فاضيه يعني. مش كده يا احمد؟ بص يا جماعه، كل الكابوريا اللي عنده في اي وقت تجيله هو يعني استاذ ان هو يحافظ على. وفي نتي كبيره زي كده؟ في اي حته ب 170 وب 160 وكلام من ده، دي ب 130 بس يا عم. 130 كابوريا يا جماعه بسم الله ما شاء الله صاحيه يا حبيبي. حبيبي ب 130 يبقى دي قلنا 30 جنيه. وفي كبيره بكر كبير يا عم احمد كده ما شاء الله. والبتاع دي ب 130. الدكاره دول دي ب 100 يا عم احمد. دي ب 100. الاربعه ولا 3 كيلو؟ دي الاربعات والثلاثات يا عم احمد. دي بكام دي؟ دي عامله 100 بس. 100 بسم الله ما شاء الله. والحجاري الوسط دي؟ لا دي كبيره مش صغيره دي يا عم احمد برضه. دي عامله 100 يا عم احمد. واخد بالك؟ والصغيره شويه دي عامله 65. 5 و60 يا عم احمد. 60 ودي قلنا كام؟ بتتباع ب 80 في اي حته. ودي كام؟ ودي 100 بس، ب 120 في اي حته. 100. وفي احجام ما شاء الله سوبر زي كده. دي الواحده بتعمل لها كيلو كده اللي حاجه. طب نشوف كده يا احمد. دي كابوريا بسم الله ما شاء الله. الواحده بسم الله ما شاء الله. سكه كده يا احمد. طبعا الكابوريا غالبا الدكار هي اللي تبقى حجمها كبير. بالظبط كده يا عم. صح كده؟ يعني تقطع لها قد ايه دي؟ دي تعمل لها كيلو كده ل 50 جرام، كيلو ل 100 جرام. طب نوزن كده. بسم الله. دي كيلو ل 50 جرام يا عم. ده 900 958 يعني اقل من الكيلو ب 40 جرام. 42 جرام.
طب الكيلو فيها بكام دي يا ابو حميد؟ دي 150 يا عم. ما نلاقيش نتي بالحجم ده. لا نتي بالحجم ده مستحيل. اه وخد بالك هي الذكر اللي بيكبر شويه، النتي بيبقى 3 في الكيلو. 3 في الكيلو. لكن النتي ممكن اقصى حاجه 650 700 كده؟ اه 700 600 3 في الكيلو كده يا عم. طب والاناتي دي؟ الاناتي دي يا عم احمد عامله 100. عامله 100. النتي ما شاء الله مبطرخه بالواحده، كلها مبطرخه. جميل. يعني بص اللي مش مبطرخه زي ما عرفنا برضو اللي هي دي. واحد سالني هي الكابوريا بتعض؟ اه بتعض. بتعض اه عضتها جامده جدا. بس انت بقى بتيجي تمسكها بتمسكها ازاي؟ كده يا عم احمد معينه كده. اه يعني يا جماعه كده تحاول تيجي كده ما تعرفش. ما تاني تاني يعني حطها تاني بعد اذنك كده. هات واحده صاحيه. كلها صاحيه وشغل اه عشان بس الناس تشوف انها يا جماعه ادي صاحيه. اقلبها على حطها لما تيجي تمسكها امسكها منين بقى؟ من هنا يا عم احمد. تيجي تغفلها وتيجي من ورا كده تمسكها. اه لان دراعها عمره ما يوصل لايه؟ لا لا ما يوصلش ليك. اتني كده عندي. بص يا عم احمد لو جبنا دي كده اهي مش هيقدر. مش هيجي. ولو جبنا دي كده برضه مش هيقدر. ما فيهاش عزم من العضله. ما فيش كلام. والكلام ده بكام؟ والنتي دي ب 60 ب 50 يا عم. كل شغله صح. دي ب 50 دي برضه كنا بايعينها ب 60 ب 50 برضه عشان جواري السويس. دي صغيره بس كلها كده. بص بص يا جماعه صغيره بس مبطرخه. كلها بفضل الله مبطرخه. اللي ما بداش البطوط الكابوريا يا جماعه يعني الصراحة يعني فاتوا كتير، فاتوا كتير. دي كلها مبطرخة يا عم. لا خلاص خلاص كفاية كفاية يا أبو حميد. بص لا عادي يا عم أحمد أنا بتمزج لما بفتح يعني. هو يا عم أحمد صور أي حاجة. صلى على النبي عليك. بص يعني ب 50 يا عم أحمد وكلها بص. حتى الصغيرة يا جماعة يعني الراجل بيقول لك الصغيرة إيه؟ بتقول دي بكام 50؟ ب 50 يا عم. تمام تمام. ومبطرخة يا جماعة. ومبطرخة والله. الناس برضو في النهاية برضو لازم تليفونك. ماشي يا عم أحمد 010 17 010 17 93 77 33 وفي تليفون تاني 010 17 63 6 0 0 6. ربنا ما يحرمنا من وقفتك في السوق. ربنا يعزك يا عم أحمد. ولا من أسعارك ولا من جودتك. قبل ما أقفل هخش أشوف الكابوريا اللي أنت دايما بتخليها صاحية في الميه. تمام. انا رايح يا جماعه اهو. يا جماعه هو دايما بيحتفظ بالكابوريا صحيه في ميه. ميه بالملح كله على الطبيعه. ايوه بفضل الله الشيخ احمد ربنا يبارك له في شاطئ الكابوريا دول. بفضل الله يعني كل يوم ولا النهارده بس يا اولياء؟ احنا كل يوم. كل يوم كل يوم. الزبون بيجي هو انت جاره وباخد شهادتك. ايه رايك؟ انا راجل بتاع صنار. الزبون لما بحب الكابوريا باجي على الشيخ احمد بفضل الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. انت هنا حاطط الدكتور صل على النبي. فضل الله بالواحد. طبعا يا جماعه انا اذا كنت غبت في الكلام عشان ابين لكم ان انا الفيديو ده كل يوم جديد هتلاقي الكابوريا صاحيه. يعني كل ما تقول صباح الخير وتيجي لاحمد العميد منقله النهارده من الكابوريا دي. سياده العميد منقله من الكابوريا دي. تمام الله ينور. بصوا يا جماعه حبل الكابوريا مع ابو رياض جاره. حبيبي الشيخ احمد صلى على النبي. شويه كابوريا ببطرخه. هو هنا حاطط الاناتي لوحده. بص يا جماعه انا اللي ماسك اهو. الميه بيضاء يا عم احمد عشان الملح. طبعا طبعا عشان مبطرخه عشان تبقى وسط زي البحر بالظبط. بص بقى الطبيعه بقى. بص الطبيعه. الناس بتزعل لما بتفتح وهي صاحيه لكن هو ده حلال عشان الله عز وجل. حلال مفيش حاجه. حلال. بص يا جماعه مفيش حاجه ربنا احله. اقفلها تاني بقى. دي مش مبطرخه يا عم احمد عشان الزبون. احنا بنعمل الشغل ده ليه؟ دي سفنجه. دي سفنجه. بص يا عم احمد اتفضل. في بياع زبون بياخد بالشكل دي. الدكر احسن منها. ده السفنجه دي. دي السفنجه. بص تفتحها تلاقيها مش مبطرخه. يعني ايه؟ يعني طلعت البطروخ. طلعت البطروخ خلاص. بص
بص خلاص ما عادش فيها حاجه، ما عادش فيه بس بسيط جدا. بس يا جماعه لسه محمد الناس اللي عايز تاكل كابوريا وقصدي ياكلوا علشان بطل. الناس ما تتغشش في زباين يعني كده. حضرتك بتقول احنا بنتكلم بمرد الله، عندي منيتي يا عم احمد الشهر الجاي نيتي كلها هترمي كده، هترمي كده. اه الزبون هياخدها سعر على الفاضي، ياخد الديكور احسن. يعني النصيحه دي تاني قولها لله، يعني قول لي النصيحه دي تاني. بص يا عم احمد، الزبون اليومين الجايين باذن واحد احد الكابوريا كلها هترمي، هترمي يعني ترمي البطروخ بره كده. ترمي البطروخ كده. اه. واخد بال حضرتك؟ اه. الزبون لله يعني ما ياخدش الا الكابوريا. يعني انت بتبيع وبتقول لهم ما تاخدوش. ايوه لا اله الا الله، لازم نبين الصح من الغلط يا عم احمد. الكوره يبقى احسن منها. ياخد الدكر اللي زي ده هيبقى لحمه فص. اه. دي الكابوريا دي الدكر ده احسن منها. يعني الدكر ده يا عم احمد مثلا. ركز يا ابو حميد. اه. الحاج احمد بيقول لكم يا جماعه طالما الكابوريا نزلت البطروخ بتاعها ورمت السفنجه بتاعتها يعني البطروخ ده كله اترمى بره. اللحم بقى قش. دي واحده يا ابو حميد. يعني كده البطروخ ده كله بيترمي بره. ياخد المقفوله اللي زي دي. اهي. زي دي كده زي ما احنا علمنا الناس بفضل الله. مش مفتوحه كده. هتبقى كده. السفنجه كده ما فيهاش حاجه. الحاله دي يبقى انت احسن لك واكرم لك انك انت تاكل الدكر يبقى فص. يبقى انت تاكل الدكر فص. الدكر بفضل الله يعني دي يا عم احمد معلش دي ب 150 مثلا. واخد بالك؟ الدكر مثلا قدها. هيعمل 100 هيعمل 90 يوفر فلوسه وياخد ديكوره الا اذا كانت البطرخه زي الا اذا كانت زي كده. تمام. واخد بالك؟ لو البياع هينقى له البطرخه مفيش اي مشاكل. تمام. واخد بال حضرتك؟ لو البياع هينقيها مقفوله زي كده مفيش مشاكل. يبقى خلاصه الكلام تاني، تيجي تشتري النتايم مقفوله. المقفوله هي يا جماعه مقفوله. لكن رميه البطروخ سيبك من البيعين اللي بره الرميه ومش رميه رمي بره لا 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 مفيش كلام كده، ما فيهاش بطر احسن. واحنا شفناها لما اتفتحت، خد المقفوله ولو لقيتها كلها سفنجه يبقى في الحالات حتى لو فيها بطروخ بسيط يا عم احمد يبقى في الحالات دي ناخد الدكر احسن يا جماعه. تمام. وصلت المعلومه يا جماعه؟ نقول تاني الكابوريا النت المبطرخه حتى لو النتايه ملمسه يا عم احمد هتبقى واخد بالك انت هتبقى زي ايه؟ بص حتى لو فيها بطرخ هتبقى بص يا عم احمد هتبقى الكابوريا بص وريني السفنجه الاول. لا وريني السفنجه الاول. بص يا جماعه ده مش بطروخ يا عم احمد، ده خلاص ده خلاص دي بطنها بس. الكابوريا بتاعتنا بتاعت السويس ايه اللي كابوريا افهمك بس حاجه بسيطه لله. الكابوريا بتاعتنا بتاعت السويس ما فيهاش رمله من جوه، ما فيهاش طينه، فبتلاقي الكابوريا قلبها ابيض زي البفته زي كده يا عم احمد. واخد بالك معايا انت ازاي؟ اقلبها بقى اقلبها بقى عشان نشوف السفنجه دي يا جماعه. ما تاخدهاش لان هيبقى لحمها قليل وما فيهاش بطروخ زي دي. بالظبط كده يا عم احمد، احنا كده بينا عشان خاطر ايه؟ ولقيت الفرش كله زي كده السفنجه اللي هياخد زي كده يبقى هياخد كوره. طلع لي الكابوريا ذكر يبقى ده ياخد ذكر احسن يا جماعه. بص يا عم احمد ياخد ذكر يوفر فلوسه وياخد ذكر. دي المعلومه انا مركز عليها يا جماعه. اليومين الجايين بالذات يعني في شهر 4 شهر 4 بعد كده هتملى تاني. هتملى تاني. خد بال حضرتك؟ بص معظمها يا عم احمد دلوقتي معظمها خلاص احنا بترمي بترمي سفنجه يعني مش هتعرف يعني تاكل. واحد امني امبارح بالليل انا نقيت له بفضل الله العميد ياسر نقيت له كلها زي كده زي دي كده عشان الراجل عايزها مبطرخه. هتبقى كده يا جماعه. يا عم احمد دي رميه بطروخ دي زيها زي الديكوره بالظبط. يبقى الديكوره احلى. يبقى الديكوره فيها لحم. الله ينور عليك فيها لحم واحلى ولحمها فص. واخد بال حضرتك؟ يتبدل. عشان دي خلاص يا عم احمد الكابوريا طالما رمت تبقى هزلت. بقت هزيله. تبقى هزيله من جوه تلاقيها لحمها مقش شويه. طولنا عليكم. لما ياخد الدكر احلى. طولنا عليكم يا جماعه لكن المعلومه دي مهمه. خد بنتكلم لله يعني. الناتي المقفوله. الدكر ما شاء الله. عشان تلاقي فيها بطروخ. طول ما النتايه رمت ياخد دكر يا زميلي. لا يبقى الدكر ياخد دكر زي كده ما شاء الله يبقى لحمه محمله وزي الفل. طبعا الجزء ده جزء تعليمي